وإحياء هذه الذكرى هو مناسبة لنقيم أداء هذه الحكومة وكذلك نقيم أداء الدولة المغربية فيما يخص تدبير الملف الاجتماعي. اليوم حنا كنوقفوا والمغرب كيغلي لأن بزاف هاد الزيادات في الأسعار، الأسعار كلها وخصوصا ديال المواد الأساسية، في الوقت اللي كنا كنتظروا من هذه الحكومة أنها تزيد في مناصب الشغل وتزيد في الحريات وتزيد في الحقوق ديال الناس، فإذا بها كتجي هذه الزيادات، وكتجي الزيادات كذلك في القمع ديال الحريات وفي القمع ديال التظاهر مع ما كتعرفوا تداعيات ديال هذه الجائحة. هي حركة شعب انتفض من أجل الكرامة ومن أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان. إذا سنستمر في هذا المنحة، سنستمر في نضالنا من أجل الكرامة ومن أجل بناء الديمقراطية ومن أجل القطع مع كل أشكال الفساد والاستبداد في بلدنا. خاصة فيما يخص الغلاء الفاحش في الأسعار، خاصة المحروقات اللي وصلوا الأثمنة ديالهم يعني المستوى غير مسبوق، وبطبيعة الحال أيضا احتجاجا على قمع الحريات لا العامة ولا الفردية ولا النقابية باستغلالا بشكل سيء للقانون ديال حالة الطوارئ. خاصة فيما يخص في المسألة ديال الحريات كنلاحظوا بأن كاين هناك أيضا يعني المحاولة ديال فرض جواز التلقيح بشكل غير قانوني. الدولة ما بغاتش يعني تصدر قانون لفرض هذا الجواز، ولكن كدير فرض يعني مقنع و كتنتهك بهذا الفرض هذا، كتنتهك القانون الطوارئ بنفسه خاصة الفقرة الثانية من المادة 3، وكتنتهك أيضا الدستور المغربي، وكتنتهك المواثيق الدولية لأنها كتمنع حتى كتقمع الحريات وكتمنع حتى الحق في العمل للأجراء سواء في القطاع العام والقطاع الخاص، وكتهدد يعني بالطرد ديال الموظفين والأجراء، وهذا فيه خرق حتى القوانين يعني المعمول بها خاصة القانون ديال الوظيفة العمومية وقانون بطبيعة الحال مدونة الشغل اللي ما كيعتبروش نهائيا منع الأجير سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، منع الأجير من ولوج المقرض العمل ديالو ما كيعتبروش بأنه تخلي عن العمل، وبالتالي هذه الحكومة هذه خاصة تعقل وتبصر وتنفذ القانون أصلا، لأن خاص تعطي المثال وهي اللي تنفذ القانون اللي كاين، القانون اللي كيجمعنا كاملين في هذه البلاد، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ديال المغاربة، لأن الحالة خاصة أننا باقيين كنعيشوا تداعيات الجائحة، وحنا هذه عامين وحنا عايشين في الجائحة اللي أثرت بشكل سلبي جدا على المواطنين وعلى القدرة الشرائية ديالهم، وبالتالي خاصة تراعي هذه المسألة هذه وترخف على المغاربة وتشوف حل لهذا الارتفاع ديال الأسعار سواء كانت في المحروقات أو في المواد الأساسية.
الأساسية. إلا بقات الزيادة في الأسعار بهذا الشكل هذا يعني في الحقيقة كنتخوفوا، خاصة أنني سمعت بأن كان شي حادث في قنيطرة اليوم اللي كيدل على أن ممكن للأسف الشديد أن الأمور تنفالت، وما كنتمناوش هذا الشيء، لأن احنا بغينا بشكل مؤسساتي الدولة تحاول تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للناس بدون ما نوصلوا لشي حاجة اللي الفوضى وشي حاجة اللي ماشي محسوبة العواقب. غلاء الاسعار، واش من غلاء الاسعار سنين 3 سنوات والمغاربه هما تيعانيو من كورونا، سديتوا عليهم 3 سنين وانتم سادين عليهم 3 سنوات وانتم سادين عليهم وزايد في الغلاء، البطاله، سريح ديال العمال، سريح ديال العاملات، تدني في الاجور، الرفع في المواد الغذائيه، الرفع في الاسعار، يعني كيفاش بغيتوا هذا المواطن غادي يعيش بواحد 1000 درهم ولا 1500 درهم 2000 درهم غيعيش بها؟ هذا الشيء راه ماشي معقول، راه خاص الدوله انها خاصها تشوف هاد الارتفاع ديال الاسعار، شنو هو ما هي الفائده منه؟ شنو بغيتوا عندنا؟ شنو بغيتوا؟ شنو ممكن حنا نعطيوكم اكثر من انكم اللي خديتوا لينا؟ خديتوا لينا كل شيء، خديتوا لينا، ما بقاش المواطن عنده باش يمكن يعيش، ما بقاش. اليوم اللي وقع في سوق الحد ولاد جلول في اقليم قنيطره، سوق الحد من اكبر الاسواق اللي موجوده على المغرب، وقع واحد الفوضى عارمه، وقع واحد ما نقولوش ناب ولا نقولوا صارخه، ولكن المواطنين دفعهم الجوع، دفعهم الغلاء ديال الاسعار، البيع والشرايه هربوا، بقى السوق الناس سمحوا في المشتريات ديالهم، والسواق بداو تياخذوا وتهزوا. وهذه إشارة للمسؤولين والأخنوش، خصو يعرف بأن هذوك الفلاحة اللي كنتي تتوعدهم بواحد التنمية وبواحد المخطط الأخضر، أن هالفلاحة شنو هو؟ يا ما عمر كان في تاريخ المغرب على أن الفلاحة تيسرقوا السوق أو تيديو، بل كان الفلاح المغربي تيحافظ على داك السوق، لأنه هو داك السوق الأسبوعي اللي تيجيو ليه تجار من جميع المدن، خاصو يستقبلهم بواحد الحفاوة وواحد الكرم باش يمشيو باش يجيو عندهم مرة أخرى. الآن تنوجدوا، الآن وصلنا لدرجة على أن وصلنا أيام السيبة، والسيبة ما دارهاش المواطن، باش درتوها أنتوما الحكومة، أنتوما اللي درتوا هذه السيبة، أنتوما اللي دفعتوا المواطن على أنه يمشي يسرق ويمشي ينهب ويمشي يدير. كفى من هذا الشيء، هذا الشيء راه هذه إشارة، وهذا الشيء راه غادي غير شي حاجة لا تحمد عقله عقبة. وتحية لكم وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.